الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين، ونفعنا الله ببركاتهم، وأمدنا بمددهم، وثبتنا على حبهم، وثبتنا على نهجهم إلى الممات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وأذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم. وفي البداية، لكل الذين طلبوا أو كتبوا أو أرسلوا، إن كان على الموقع في الصفحة أو على الخاص أو مع بعض الإخوة، يطلبون الدعاء بأمور خاصة أو بأمور عامة لهم وللمسلمين، مما فيه خير ونفع وبركة وشفاء وصحة وعافية ومدد، إن كان مدد من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء، وبالفتوحات العلمية والنفحات التي قد تحصل للإنسان من الملائكة في مجالس العلم. نسأل الله تعالى بحرمة القرآن العظيم وبسوره وآياته وأسراره وبركاته، وبحق أسماء الله الحسنى وباسمه العظيم الأعظم سبحانه وتعالى جل جلاله تقدست أسماؤه، وبحق كل الأنبياء والأولياء والصالحين، ربي سبحانه يحقق لكم جميعا كل ذلك. الله يعطيكم كل ذلك من الخيرات والبركات وما تطلبون. الله سبحانه وتعالى يجمع لكم ولأهلكم ولإخوانكم ولأبنائكم ولأحبابكم بين خيري الدنيا والآخرة، وصرف عنكم ما تكرهون، وأمدكم بمدد الأنبياء ومدد الملائكة ومدد الأقطاب والأغواث والصلحاء، وجعلني الله وإياكم تحت أنظار نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمدني الله وإياكم بمدده سبحانه وتعالى، وفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ونفعنا بالعلم، وثبتنا على الشرع، وختم لنا بالهدى، وبلغنا من الخير أملنا على النحو الذي يرضيه سبحانه. اللهم أعطي كل ذلك لكل الذين معنا، لكل الذين يطلبون منا الدعاء أو طلبوا أو أرسلوا يطلبون ذلك. اللهم حقق لهم ذلك، اللهم أعطهم ذلك، اللهم لا تخيبهم، اللهم لا تخيبهم يا رب العالمين، اللهم لا تردنا وإياهم خائبين. حقق لنا ذلك ببركات القرآن العظيم وببركات وجه نبينا المصطفى المشرف المكرم المعظم صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بدرسنا متوكلين على الله، مخلصين لله تعالى في حضور مجلس العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا أبي القاسم محمد طه الأمين، وعلى آل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين. صحيفة 165. يقول الشيخ جميل حليم الحسيني حفظه الله تبارك وتعالى: وقال الإمام الهرري رضي الله عنه: إحياء علم أهل السنة والجماعة أهم المهمات،
وأفرض الفرائض وأقرب القربات إلى الله. وقال رضي الله عنه: طوبى لمن جعله الله من دعاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا. وقال رضي الله عنه: الآن الناس أحوج إلى علم الدين أكثر من أي شيء لكثرة أشباه العلماء الذين هم ليسوا على شيء بل يضلون الناس. علم الدين يا إخواني ويا أخواتي، لا سيما التوحيد، العقيدة، التنزيه، الإيمان، الإسلام، هذا أعظم ما يحصله الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نعم الله علينا كثيرة جدا، نعم الله تعالى لو أردنا أن نشتغل بعدها لا نستطيع أن نجمعها ولا أن نحصرها. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل جلاله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تقدست أسماؤه: وما بكم من نعمة فمن الله. آيات كثيرة. وأعظم وأجل وأفضل نعمة يحصلها الإنسان في هذه الحياة الدنيا هي نعمة الإيمان، هي نعمة الإسلام. والناس بحاجة لهذه النعمة، يعني للإيمان، للإسلام، للتوحيد، للتنزيه، للعقيدة السليمة، أكثر من حاجتهم للطعام، وأكثر من حاجتهم للشراب، وأكثر من حاجتهم لللباس، وأكثر من حاجتهم للدواء، وأكثر من حاجتهم للمال، وأكثر من حاجتهم للمسكن. لماذا؟ لأن الإنسان لو مات وكان يملك هذه الأرض من شرقها إلى غربها، ويلبس المجوهرات، ويلبس نعلين من لؤلؤ وياقوت، ويأكل الجواهر المطحونة، ويلبس الحلل المصنوعة من يعني خيوط الذهب، لو كان يعيش في 100 قصر داخل بعضها، وفيها كل ما يريد ومن يريد من الدنيا، ومات على الكفر لكان في جهنم، ومات على الكفر لخسر الدنيا والآخرة. ولو كان الإنسان في هذه الدنيا ينام في الشوارع ويأكل من المزابل ويلبس المرقعة أو الخيش، أظن بعضكم يعرف ما هو الخيش، وكان مبتلا بكل الأمراض الجسدية الحسية من السكري والضغط والسرطان والسل والاشتراكات وكورونا والعمى والبرص والجزام والطاعون، وكان لا يمر عليه من يسلم عليه ولا ينظر إليه أحد، وكان على الإسلام وكان على الإيمان ومات على ذلك، وكان صابرا على البلاء مسلما لله، لكان متقلبا في قصور الجنة في النعيم والهناء والسعادة والفرح والسرور الذي لا ينقطع ولا يزول إلى أبد الآباد. فالجنة نعيمها لا ينفد ولا يبيد ولا ينقطع ولا ينتهي. انظروا، فالناس بحاجة للإيمان والإسلام والعقيدة والتوحيد والتنزيه أكثر من حاجتهم للطعام والشراب والدواء. بعد هذا التمثيل إن صح التعبير وهذه المقارنة التي عملتها لكم بين المسلم وبين الكافر، بين المؤمن وبين المشرك، فحاجة الناس إلى أي الأمرين أشد؟
إلى التوحيد والتنزيه والإيمان والإسلام أم إلى الدنيا والطعام والشراب؟ إلى الإيمان بلا شك، إلى الإسلام بلا شك، إلى التوحيد والعقيدة والتنزيه بلا شك، هذا هو الأصل. رأيتم لماذا قال رحمه الله إن حاجة الناس إلى علم الدين إلى العقيدة أهم من أي شيء آخر؟ لأجل هذا، فليست المسألة بمجرد الطعام والشراب واللباس، لا، وقد حكيت لكم فيما مضى عن قارون، وحكيت لكم فيما مضى عن شداد ابن عاد وعن فرعون. إذن ليست العبرة بمجرد المال، بل العبرة بالإيمان، بالإسلام، بالتقوى. فيا إخواني ويا أخواتي، افرحوا بنعم الله، وافرحوا بنعمة الله، وافرحوا بالإسلام، وافرحوا بالإيمان، ولا تبأسوا ولا تحزنوا مع شدة الهم والغم والفقر والمجاعة بالنسبة لبعض الناس مع الأمراض. لا تبأسوا بل افرحوا. المسلم لو شاكته شوكة فصبر كان ذلك له أجر. ماذا تريد وأنت قاعد تتألم؟ تصبر فتأخذ الأجر. ماذا تريد وأنت قاعد في البيت؟ إذا أصابك كرب، أصابك هم، أصابك نغص، مغص، صداع، ألم، فصبرت لك الأجر. لو أصابك مكدرات، مزعجات، منغصات، فصبرت لك الأجر. فكيف بالأمراض التي هي أشد؟ صبرت لك الأجر. ثم اعلموا يا إخواني أن الناس يوم القيامة، يعني أهل العافية، ما معنى أهل العافية؟ يعني أهل الصحة الذين لم يكونوا يمرضون في هذه الدنيا، ما كانوا يشكون من الأمراض والبلايا كالفقراء والضعفاء والمرضى. عندما يرون عظيم الأجر الذي يعطاه أهل البلاء، هؤلاء أهل العافية يتمنوا، الواحد منهم يتمنى أن لو قرض جلده في الدنيا لحمه بالمقاريض. لماذا؟ لعظيم ما يرى من الثواب والأجر الذي يصب في ميزان أهل البلاء. إذن عليكم بالصبر، عليكم بالثبات على الإيمان، لا تتزحزحوا مهما عظمت الأمراض ومهما اشتد الفقر. تفكروا بنعمة الإسلام، تفكروا بهذه النعمة العظيمة. لو وضعت لكم قصور الدنيا ذهبا وتلال الأرض وجبال الدنيا ذهبا ويواقيت وألماس وما شابه، وهذا كله في جهة، والإيمان في جهة، الإيمان أعظم والإيمان أعلى والإيمان أنفع والإيمان أكبر، والإيمان به تدخلون الجنة، وبه تنجون من الخلود، به تنجون من الخلود المؤبد في النار بالإيمان. إذن النجاة والأمن والأمان والسلامة والربح في الآخرة بالإيمان، بالإسلام. فلا تبأسوا ولا تحزنوا، بل افرحوا بنعم الله. إذا ضاق بكم الحال من حيث المال، أو اشتد بكم الأمر من حيث المرض، تفكروا بنعمة الإسلام، هذه النعمة أغلى من كنوز الأرض. تفكروا لو كان الواحد معه كل كنوز الدنيا وهو على الكفر، ماذا ينفعه في الآخرة؟ لا شيء، يكون في جهنم ويكون حطب النار إلى أبد الآبدين. أما بالإسلام، بالإيمان، بتجنب الكفريات، لو مت في الشارع والطريق كما شرحنا منذ قليل، كنت في الآخرة من أهل الجنة، لأنك مت على الإسلام متجنبا للكفريات. لذلك يا إخواني ويا أخواتي، خففوا عن بعضكم، وخففوا عن الفقراء، وخففوا عن المرضى، ليفرحوا بنعم الله، ليفرحوا بنعمة الإسلام. لا تنسوا هذه النعم بمصيبة، ببلية، بهم، بغم، بفقر، بضائقة، أو أنك تجلس في البيت بدون عمل. انظر إلى من هو
شوقك في الدين لتلحق به، وانظر إلى من هو دونك في الدنيا لتكثر من شكر الله عز وجل. يعني لو رأيت إنسانا يلبس في يده هذه الساعة تساوي $1,000، لا تتحسر على ذلك، لا تبكي، لا تحزن، لا تتعب، بل قل الحمد لله، أنا لي يد وإن لم يكن لي ساعة، ومن الناس من معهم الملايين وليس عندهم يد. هكذا فكر، قل الحمد لله عندي يد أستخدمها في الخير، في قضاء الحاجات، أدفع بها الأذى عن نفسي وعن الناس. لو كان لك ساعة $1,000,000 لكن ليس لك يد تضع فيها الساعة، ماذا كنت تفعل؟ تضعها في رقبتك؟ إذن فكر بنعمة اليد، لا تقل ما عندي ساعة فتبكي، فكر أنك عندك ما هو أعظم من 1,000,000,000 ساعة، وهي هذه اليد، كم فيها من خيرات وفوائد. يعني إذا رأيت إنسانا يركب سيارة $100,000، لا تبكي، لا تقول أنا منحوس، أنا فقير، أنا كذا، أنا، لا، إياك وهذا التفكير، بل قل الحمد لله عندي نعم، عندي جوارح، أعضاء، نعمة اليدين، الرجلين، البصر، اللسان، أستطيع أن أمشي، أذهب وأجيء. ولو كان إنسان عنده $1,000,000,000 لكن ليس له نعمة البصر ولا نعمة الرجل أو اليد، ماذا كان يعمل له $1,000,000,000؟ إذن هكذا فكر، لا تقول هذا أغنى مني، انظر إلى من هو فوقك في الدين، أتقى منك، أعلم منك، أصلح منك. لماذا؟ لأجل أن تقتدي به، لأجل أن تعمل بعمله مخلصا لله، لأجل أن تلحق به. وانظر إلى من هو دونك في الدنيا لأجل أن لا تزدري نعمة الله عليك، لأجل أن تكثر من شكر الله، لأجل أن تكثر من الحمد والشكر والثناء على الله. لذلك قال سيدنا وإمامنا وشيخنا ومفزعنا وقدوتنا الغوث الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: لا تشتغل بالنعمة عن شكر المنعم، لا تنشغل بالنعمة عن شكر المنعم، أكثر من شكر الله، واشغل قلبك ولسانك بذكر الله وبشكر الله وأكثر من ذلك. أليس الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم؟ هذا حال الكاملين، إذا رأوا من هم دونهم في الدنيا يكثرون من شكر الله ويقولون حالنا أحسن، وإذا رأوا من فوقهم في الدين سعوا وعملوا بعملهم مخلصين. لذلك لا تنظر إلى من هو فوقك في الدنيا فيتعب قلبك ولا تستطيع أن تلحق به فتضيع عمرك وأنفاسك وأوقاتك لتحصيل الدنيا من سيارات فخمة وثياب غالية وقصور بمئات المليارات، ثم تموت وأنت تنظر هكذا إلى الدنيا، هذا تعب للقلب. يا إخواني، كم من مخلص لله تعالى ما كان معه ليشتري ثوبا واحدا، بالإخلاص، بالصدق، بالتوكل على الله، بالشكر، بالشكر، بالذكر، بالإقبال إلى الطاعات، بالصدق مع الله، الله تعالى جعل له الدنيا بين يديه، بين يديه، وهو ما طلبها ولا عمل لها ولا اشتغل في تحصيلها، الله يسرها له بصدقه وإخلاصه، أي بصدق هذا الإنسان. لذلك أخلصوا لله وافرحوا بنعمة الله، تمكنوا في العلم، علموا غيركم، بينوا للناس أن علم التوحيد، الإيمان، التنزيه، العقيدة، الإسلام أعظم نعمة، أكبر وأجسم وأفضل
من كل نعم الدنيا من المال والصحة والعافية والأولاد، لأنك بالمال بمجرد المال لا تدخل الجنة، أما بالإيمان مع تجنب الكفر تدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. إذن علينا أن نتمكن بالتوحيد بالعقيدة، نعلم الناس، نعلم الكبار والصغار. هذا الإيمان الإسلام أهم من كل شيء آخر، من طعام وشراب ودواء ولباس ومسكن وغير ذلك. فبالإيمان تدخلون الجنة، أما بمجرد المال فلا يدخل الإنسان الجنة. وقال رضي الله عنه: إن العلم حياة الإسلام، لأن به يعرف العمل الذي ينفع في الآخرة والعمل الذي يضر فاعله في الآخرة. وقال رضي الله عنه: العلم علم أهل السنة نور يميز الكفر من الإيمان. وقال رضي الله عنه: غياب علم الدين بين أهل السنة في هذه الأيام من أكبر المصائب. وقال رضي الله عنه: العلم هو قبل القول والعمل، كل الأمور تتبع الاعتقاد. لذلك ورد في صحيح البخاري أن العلم قبل القول والعمل. الإمام الحافظ البخاري رضي الله عنه بوب عنوان في الجامع الصحيح هذا العنوان: باب العلم قبل القول والعمل، واحتج لذلك بالقرآن، احتج لهذا العنوان بالقرآن. فماذا ذكر من الآيات؟ بما احتج من القرآن بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. لاحظوا، الاستغفار اللساني عمل، والعلم مقدم على العمل. فمن هذه الآية احتج أن العلم قبل القول والعمل. لذلك علينا أن نتعلم، لأن الإنسان إذا عمل بلا علم كان ما يهلكه أكثر مما يظن أنه يسعده. الذي يهلكه أكثر لأنه يعمل بلا علم، الذي يعمل بلا علم كان ما يخربه ويدمره ويفسده أكثر مما يصلحه. الذي يعمل بلا علم قد يمشي في طريق النار، وهو من جهله يظن أنه يمشي في طريق الجنة. كالذين يعيشون من غير تحصيل للعلم، ولا تعلموا العقيدة، ولا عرفوا ما هي الكفريات ليبتعدوا عنها، عاشوا على الجهل، وكانوا يتكلمون بالكفريات عند الغضب، عند اللعب، عند المزاح. هذا يستهزئ بالجنة، وهذا يستهزئ بالصلاة، وهذا يسب الملائكة حاشا، وذاك يعترض على أحكام القرآن، وهذا ينكر القرآن، وذاك يكذب أحكام القرآن. كهذا الجهول شاب غارق في الجهل منذ أيام طلع في بعض الأقنية المصرية يقول: إن فرضية الحجاب على النساء هذا ليس صحيحا، وهذا ليس فرضا، وهذا ليس واجبا، على زعمه. والآيات التي في سورة النور لا تعطي الفرضية، بل لها معنى آخر. انظروا، هذا جاء يكذب الإجماع. يعني هذا الجهول من جهله يكذب الشرع ويحرف الآيات ومعنى الآيات، ويقول ليس هذا معنى الآيات. نحن يكفي أن نقول إن الإجماع قائم على هذا العمل، على فرضيته. إن الإجماع قائم على فرضية التستر، الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة المكلفة. هذا إجماع، والعلماء على ذلك من زمن النبي إلى اليوم. فهذا الجهول الذي طلع اليوم في التلفزيون وينكر فرضية الحجاب، ثم ذاك الكفور الذي قال لا يجب على الناس أن يصلوا الصلوات الخمس، وذلك الأكفر
ها الذي قال إن اليهود يدخلون الجنة والجنة ليست للمسلمين، والقرآن أعطى حرية الاعتقاد لكل الناس، ماذا أبقوا من الإسلام هؤلاء؟ هل يظنون أن الجنة دكان هي لهم ومفتاحها بأيديهم؟ لا حاشا، الجنة الله تعالى خلقها وجعلها للمؤمنين، فهي خلق لله وهي ملك لله، وبأمر من الله تعالى الكافر لا يدخلها. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. انتهى الأمر، فقد حرم الله عليه الجنة. من الذي حرم عليه الجنة؟ الله. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا القرآن، يكذبون القرآن وهم يلبسون العمائم، يكذبون القرآن وهم يلبسون اللفات. هؤلاء الذين ملأوا الدنيا جهلا وفسادا باسم الدين والإسلام، والإسلام منهم براء. من لم يتعلم ما هي المكفرات ليبتعد عنها، ليهرب منها، ليتجنبها، قد يقع فيها وهو لا يشعر، قد يقع فيها وهو يضحك، قد يقع في بعضها وهو يمزح وهو يلعب. كذاك الخبيث الذي يدعي المشيخ أيضا وقال والعياذ بالله تعالى: إن الجنة خشخاشة الصبيان. قال الجنة خشخاشة الصبيان. كل الآيات التي في القرآن تمدح الجنة وتعظم شأن الجنة وتحث على طلب الجنة وتشوق المؤمنين بالجهاد في سبيل الله وبالإيمان والأعمال الصالحة لينالوا الجنة، هو يحقرها ويحقر شأنها، يعني يحقر ما عظمه القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان كان يشوق الصحابة إلى الجنة، يقول: هل مشمر للجنة؟ فهي ورب الكعبة، فهي ورب الكعبة نور يتلألأ. يقسم بالله، يعني كأنه يقول والله هي نور يتلألأ، ها؟ يقول: فإن الجنة لا خطر لها، لا مثل لها في الدنيا من النعيم، لا مثل لها في الدنيا، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وزوجة حسناء في مقام أبدي، في حبرة ونضرة، وفاكهة نضيجة في مقام أبدي. يعني انظروا كم لفظ مما يشوق إلى الجنة. الرسول يقول هذا ويشوق الناس إلى الجنة، وهذا يقول خشخاشة الصبيان. وأخوه في الكفر مدعي مشيخ آخر ماذا قال؟ قال: اللي بده الجنة ما يجي لعندي. قال: اللي بده الجنة، جنة الخوخ، جنة الفواكه، ما يجي لعندي. قال: أنا بدي الذات. انظروا كيف يستخفون بالجنة وهم يدعون القطبية والولاية، يحقرون ما عظمه الله في القرآن، يعظمون يحقرون ما عظم الله شأنه، ويعظمون شأن الكفر الذي هم عليه. انتبهتم؟ يحقرون شأن ما عظمه الله في القرآن ويعظمون الكفر الذي هم عليه، ويدعون القطبية والغوثية، ويدعون أنهم يلتقون بالخضر يقظة وهو عليه السلام منهم براء، وهو عليه السلام منهم براء. وهذا الثالث الذي أكفر من الأول والثاني، قال: الولي إذا دخل في الصلاة صار هو الله. قال: صار هو الله. وذاك الرابع، كل هؤلاء يلبسون اللفات، وذاك الرابع ماذا قال؟ قال: المريد له ربان، رب حقيقي وهو الله، ورب مجازي هو الشيخ. انظروا، يعبدون المشايخ ويدعون الإسلام، والإسلام منهم براء. وفئة تدعي أيضا الطريقة في كتبها ماذا تقول؟ يجب على المريد أن يعتقد في شيخه أن الله تجلى له في صورته، وأن شيخه هو المتصرف في حياته وموته.
أعوذ بالله العظيم، هؤلاء أي شيء لهم في الإسلام؟ كيف اعتقدوا هذه العقائد الكفرية؟ بل كيف تجرأوا أن يبوحوا بها؟ كيف تجرأوا أن يصرحوا بها؟ تعرفون لماذا؟ لقلة العلماء، لقلة أهل العلم، لقلة من في يدهم ميزان العلم، لأن اليوم أكثر من يدعون العلم والعالمية هم صور، ولا نقول الكل، لا، إنما نقول الأكثر. والأرض لا تخلو، الأرض لا تخلو، كم من عالم مدحنا وكم من عالم تكلمنا في الثناء عليه من أهل هذا العصر، علماء وفيهم أولياء وفيهم المحدث وفيهم الفقيه وفيهم المفسر وفيهم النحوي، لكن هؤلاء كم عددهم بالنسبة للجاهلين؟ كم عدد أهل العلم بالنسبة للجاهلين؟ لا يقاس هذا بهذا من حيث العدد. نعم، العبرة بالحق وأهله ليست بالعدد، لكن غالبا وما يلفت أنظار الناس اليوم والفضائيات ومواقع التواصل والمؤسسات غالبا في يد من؟ أهل الجهل. غالب المنابر بيد من؟ أهل الجهل. من هنا زادوا الجاهلين جهلا، زادوا الجاهلين جهلا. لذلك يا إخواني ويا أخواتي، الذي يضيع علم أهل السنة هالك، الذي يضيع علم أهل السنة قد يعيش على الكفر وهو يظن في نفسه الولاية، كهؤلاء الخمسة الذين ذكرتهم لكم وقبلهم الثلاثة، يعني الآن ثمانية، هؤلاء ذكرتهم أمثلة وهم من أهل هذا العصر، وبعضهم يتكلم في الفضائيات، وبعضهم لهم شهرة بين الأتباع يدعون الولاية والقطبية والغوثية والمريدية. فإذا انتبهوا، العبرة بعلم أهل السنة، بموافقة علم أهل السنة، بعقيدة أهل السنة، بمنهج أهل السنة، وليس بالادعاء الفارغ، وليس بالمظهر، وليس بالأشكال، بل العبرة بما وافق شريعة الله تعالى. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لذلك يا إخواني لا تنخدعوا بالمظاهر، هذا يعيش هكذا يظن في نفسه الإسلام، لكنه عند الموت سيصدم إذا بقي على ذلك، لكنه عند الموت سيصعق إن بقي على ذلك. لماذا؟ عزرائيل عليه السلام ملك الموت سيقول له وهو يموت، هذا الإنسان الذي كان يعيش على الكفر، على التشبيه، على التجسيم، على تكذيب القرآن، على تكذيب الشريعة الإسلامية، على تكذيب الدين، هذا يقول له الملك عند الموت: يا عدو الله أبشر بسخط الله وعذابه. عند ذلك يوقن أنه مات على الكفر، لكن بعد فوات الأوان. لكن إذا رأى عزرائيل ما عادت تقبل منه التوبة، إذا رأى عزرائيل صار في حكم الميت، لو قال آمنت، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يقبل منه، كما أخبرنا الله عن حالة فرعون في سورة يونس. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا الدين العظيم على الأنبياء، لأنه فيه السلام والأمن والأمان والنجاة. هذا الإنسان الذين كانوا يظنون به الإسلام وبشره الملك بالعذاب، بسخط الله وبعذاب الله، وكان يظن في نفسه الإسلام، لو صلى عليه الناس صورة لا ينفعه، لو دفنوه في مقابر المسلمين لا ينفعه، بل لو وجهوا صدره ووجهه إلى القبلة، بعدما ينصرف عنه الناس ملائكة العذاب لا يتركونه موجها إلى القبلة، بل يأتون إليه ويضربونه ويعذبونه ويحولون وجهه وصدره عن القبلة، يصرفون وجهه وصدره عن القبلة. إذن لا تنخدعوا بالمظاهر، علم أهل السنة هو الميزان، علم أهل السنة طريق النجاة، علم أهل السنة مفتاح الجنة، علم أهل السنة دليل السعادة، علم أهل السنة دليل النجاة والفلاح لمن عمل به وطبقه مع الإخلاص. وقال رضي الله عنه:
إن أراد الله بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. هذا الكلام من أين أخذه الشيخ رحمه الله؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ماذا قال العلماء؟ قالوا: هذا منطوق الحديث. ما معنى منطوق؟ يعني اللفظ، لفظه منطوقه. قالوا: والحديث له مفهوم، له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما مفهومه؟ ومن لم يرد به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين. وبنظرة سريعة لأكثر من حولكم من الناس، هل تفقهوا؟ هل تمكنوا فيما يجب وفيما يلزم؟ هل حصلوا الفرض العيني؟ أنتم أجيبوا أنفسكم، كل واحد يجيب نفسه. لا أريد منكم أن يصل جوابكم إلي، أنا أجيب نفسي وأنتم أجيبوا أنفسكم، كل واحد منا يعرف الجواب. بنظرة سريعة لمن حوله من الناس، تفقهوا في الدين؟ عرفوا ما يلزم من العقائد والأحكام؟ عرفوا ما هو من فرض، ما هو فرض عين في الحال؟ أنا أعرف الجواب. أكثر الناس اليوم لم يتعلموا، أكثر الناس لم يحصلوا هذا. إذا قلت لي: لكن يوجد مشايخ، يوجد طلاب علم، أقول لك: نعم، وأنا أفرح بهذا، وأعرف أن هناك مدارس ومؤسسات، وفي خارج لبنان أيضا من يدرس عقيدة أهل السنة والأحكام والمذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي، وبعض الفضلاء ممن هم منزهة على المذهب الحنبلي، هذا موجود. لكن كم عدد هؤلاء بالنسبة للجهلاء؟ أليس الله يقول في القرآن الكريم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني كم يكون عدد هؤلاء بالنسبة لهؤلاء؟ يا إخواني، أليس ورد في البخاري أن الناس يوم القيامة واحد من الألف إلى الجنة وبقية الألف إلى جهنم؟ وفي بعض الروايات واحد من المئة، من المئة واحد إلى الجنة وبقية المئة إلى النار، إلى جهنم. من هذا الحديث قال بعض العلماء، وهو شيخنا رحمه الله، بناء على هذا الحديث قال: أكثر البشر حصة جهنم، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن يأجوج ومأجوج من البشر، لأن يأجوج ومأجوج وتاويل وتاريس ومنسك، هؤلاء من البشر وهم من أهل النار، هم كفار وعددهم لا يحصيه إلا الله. إذن لا تنخدعوا بمجرد المظاهر. إذا كان واحد من الألف إلى الجنة وبقية الألف إلى النار، واحد من المئة إلى الجنة وبقية المئة إلى النار، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يحسن ختامنا، نسأل الله أن يميتنا على الإسلام والإيمان وعلى التقوى والصلاح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. يا إخواني، المسألة مخيفة، المسلم لابد له من الثبات على الدين، ويخاف من تغير الحال، من أن ينقلب على عقبيه. لابد للإنسان أن يحذر وأن ينتبه لأجل أن لا ينزلق. كم وكم من الناس يظنون في أنفسهم الإسلام، لكنهم لم يتعلموا علم أهل السنة، فترونهم بالتشبيه والتجسيم وببعض الكفريات والعقائد والأعمال المكذبة للإسلام، يخرجون من الإسلام وهم يضحكون. ودائما دائما اذكروا هذه الآية من سورة التوبة، يقول الله تعالى: ولئن سألتهم، احفظوها، اكتبوها دائما، رددوها وأسمعوها الناس، ولئن سألتهم
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لاحظوا ماذا يقولون؟ ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا يريدون؟ نص صريح صحيح قطعي. ماذا يريدون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والآية الثانية، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. كلمة الكفر قد يتكلم بها وهو يلعب، قد يتكلم بها وهو يمزح، قد يتكلم بها وهو يلعب الكرة، قد يتكلم بها وهو يشاهد التلفزيون، قد يتكلم بها وهو في البحر، في النزهة، في الجبل. الله ماذا قال؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا القرآن ماذا يريدون؟ بعد آيات اسمعوا إلى قول الله تعالى، والخطاب للمسلمين، ومن يرتدد منكم، الخطاب للمسلمين، ومن يرتدد منكم عن دينه، يعني هناك من الناس من يرتد، لاحظوا كم آية، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. انتبه، والآخرة، ليس في الدنيا فقط، والآخرة. آية رابعة، إن الذين آمنوا ثم كفروا. الله ماذا قال؟ إن الذين آمنوا، كانوا مؤمنين، ثم كفروا. آيات كثيرة. فإذا ليست العبرة بما يظنه الإنسان بنفسه، ولا بما يظنه الجاهل، ولا بما يحكم به الجهلاء. العبرة ما وافق شريعة الله، ما وافق القرآن، ما وافق السنة الثابتة الصحيحة، ما وافق الإجماع، ما وافق علم ومذهب أهل السنة والجماعة. لأن الذي يكذب الدين، يكذب القرآن، ليس من أهل السنة والجماعة. نعم. وقال رضي الله عنه، اليوم أفضل الجهاد هو إحياء علم أهل السنة. هذا الجهاد بالبيان، يعني الجهاد بالعلم، الجهاد أنواع. نعم. لأنه بسبب قلة من يفهم علم أهل السنة كثر المفسدون وأثروا في الناس، وإلا لو كان علم أهل السنة منتشرا في الناس ما وجدوا، أي المفسدون، من يتبعهم في هذه البلاد. كيف الجاهل الذي يدعي العلم أو يدعي المشيخة أو الولاية، كيف يستطيع أن يؤثر وأن يجذب الناس إليه؟ هناك عدة أساليب، هناك عدة طرق، منها بالمال، ومنها بالنساء، ومنها بالمناصب، ومنها بالوظائف، ومنها سبب ما سببه الجهل. فالجاهل سهل أن يلعب به الجاهل، وسهل أن يجر. لماذا؟ لأن هذا له مظهر عند الناس، توقير واحترام وتبجيل ومناصب دنيوية وأفلام، كما قد يقال، يعني أفلام من بعض الأتباع ليؤثروا في الجديد الذي يأتي إليهم، فيقولون له والعياذ بالله تعالى، هذا فلان يجتمع بالخضر يقظة، بل يجتمع بالنبي يقظة، على زعمهم، وهذا كذب. هذا يوصلك إلى المقامات العلية، كبعض الدجاجلة، كبعض الشياطين الذين يدعون الطريقة. في كتاب لهم وهو عندي، ماذا قالوا؟ قالوا الذي يدخل معنا في طريقتنا، هذا على زعمهم صار أفضل من الأتقياء والأولياء الذين من غير طريقتهم. الله ماذا قال في القرآن؟
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تصوروا عندهم الكافر لو مشى معهم، الكافر لو مشى معهم وقرأ الأوراد التي هم يعملونها يصير أفضل من الأولياء بزعمهم ممن ليس منهم. هذا تكذيب صريح للقرآن، تكذيب صريح للدين للإسلام. ليست العبرة باتباع هذا أو ذاك، العبرة باتباع الإسلام، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. إذن انتبهوا، بسبب الجهل يلعبون عليهم، يجرونهم. وهؤلاء أيضا الذين يكفرون الأمة والمتوسلين والمتبركين والزائرين بقصد التبرك والاستغاثة، كيف كفروهم وكيف جروا من الجهلاء من يمشي معهم؟ بسبب الجهل، بسبب الجهل. إذن الجهل يوصل إلى هذا الحال السيء، إلى هذا الحضيض، الجهل. وهناك أسباب كثيرة ذكرنا شيئا منها، وهناك أسباب أخرى، لكن نحن الآن لسنا في صدد ذكر الأسباب التي بسببها انحرف الكثير من الجماعات أو الناس. الأسباب كثيرة، لكن يعني أخطر تلك الأسباب الجهل بالدين، الجهل بالعقيدة، الجهل بمذهب أهل السنة والجماعة. والجاهل يكون كالكرة التي يلعب بها الصبية ويتقاذفونها بأقدامهم. الجاهل يكون كالكرة التي يلعب بها الصبية، يتقاذفها شياطين الإنس والجن، لأنه لا يعرف كيف يسد هذه الأبواب على شياطين الإنس والجن. لذلك روي في الحديث: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقيه، لفقيه واحد، يعني من هو حق الفقيه. نعم. وقال رضي الله عنه: من وفقه الله أن يتعلم عقيدة أهل السنة في حداثة سنه هذه علامة خير. لذلك أنصحكم لوجه الله تعالى أن تبادروا جميعا للتمكن والتفقه وحفظ الأدلة لتحصلوا ما هو أكثر من الفرض العيني، لتعملوا على التعليم ونشر الدين والعلم. وأنصحكم لله تعالى أن تقبلوا بأبنائكم، بالصبيان، بالشباب، بالصغار، بالأطفال، بالصبيات والصبية إلى مجالس العلم، أن لا تهملوهم، أن لا تضيعوا أبناءكم، أن لا تضيعوا أولادكم، أن لا تتركوا أبناءكم لمدارس الجهل ولما يسمعونه ويشاهدونه في الفضائيات والتلفزيونات وفي مواقع التواصل من أنواع كثيرة للفساد والإفساد. إذا أهمل الأولاد وإذا ترك الشباب لكل هذه الوسائل الإفسادية والبرامج التهديمية التخريبية التدميرية التجهيلية، في الغالب كيف يخرج الأولاد؟ في الغالب كيف يتخرج الأبناء؟ في الغالب على خطر، على حال مؤسف، والآباء والأمهات يعرفون. إذا تخرج الأولاد من الثانويات والمعاهد والجامعات وقد اختلطوا بالملاحدة وبالمشركين والكافرين، بعصابات ما يسمى عصابات عباد الشيطان، وما يسمى عصابات الإلحاد، وما يسمى عصابات المعطلة، وما يسمى عصابات الإيمو، وما يسمى عصابات والعياذ بالله المخدرات، وعصابات الزنا، وعصابات السحاق، وعصابات اللواط، وعصابات المخدرات، وعصابات السرقة، وعصابات السطو المسلح، والفساد والإفساد على أنواعه. كيف يكون الأولاد؟ كيف يكون الشباب؟ كيف تكون الشابات؟ الأمهات والآباء يعرفون الجواب. الأمهات والآباء والعائلات والأسر تعرف الجواب، إلا من حفظهم الله، إلا من حفظهم ربي. فعلموا أولادكم، تعلموا، تأسسوا وأسسوهم على علم أهل السنة والجماعة، فهو طريق النجاة، طريق الأمن والأمان والفلاح
في الدنيا والآخرة، فقهني الله وإياكم في الدين، ختم لي ولكم بكامل الإيمان، جعلني وإياكم ممن يخدمون هذا الدين إلى الممات مع الصدق والإخلاص، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، وجعلنا وإياهم خداما للإسلام، حراسا للتوحيد والعقيدة. اللهم اختم لنا بالهدى، واحفظنا من طرق الردى، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.